الفكرة كانت أن نأخذ المأكولات العمانية التقليدية ونقدمها بطريقة مطورة، ومن هنا فتحنا شوا إكسبرس في فبراير 2013، وهو أول مطعم عماني يقدم الشوا كوجبة سريعة. بعد الإقبال الكبير على شوا إكسبرس قررنا نأخذ خطوة للأمام، فطورنا الفكرة وفتحنا شوا داينرز لتقديم المأكولات العالمية مع شوا العماني، وإحنا مقبلين على فتح فرعين لشوا إكسبرس خلال الشهور القليلة القادمة. تعرفت على لعبة البولينج من خلال سفراتي الخارجية، كنت أمارسها كثير خارج السلطنة. من هنا بدأت علاقتي بهذه اللعبة المميزة. راودتني فكرة أنني أفتتح مركز بمواصفات عالمية لممارسة هذه اللعبة في السلطنة، والحمد لله أفتتح الفرع الأول في الخوير. وبعد الإقبال الكبير على هذه اللعبة قررنا أن نتوسع ونفتح فروع خارج مسقط، ولله الحمد فتحنا فرع ثاني في بركة والثالث في صور بنجاح كبير. والخطة الآتية أن نفتح فرع رابع بالدقم وخامسا بولاية السيب. مثل هذه المشاريع عشان تكبر وتتوسع لابد من وجود جهة داعمة وممولة تثق في المشروع، وهذا حصلت عليه من البنك الوطني العماني اللي قدم كل التسهيلات اللازمة لنمو هذا المشروع. لهم مني كل الشكر والتقدير على كل ما بذلوه لنجاح هذا المشروع. القصة بدأت منذ الطفولة، كوني نشأت في بيئة زراعية وكنت أذهب مع والدي بشكل شبه يومي للأسواق لتسويق مختلف أنواع المنتجات والمحاصيل الزراعية. ومنذ ذلك الوقت احترفت هذه المهنة، ومع مرور الزمن تطورت هذه الحرفة وأصبحت أقوم باستيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواد الغذائية من عدد كبير من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومختلف الدول الآسيوية والأفريقية، وأقوم بتوزيع هذه المنتجات على عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة. وللاستمرار في مثل هذه المشاريع كان لابد من وجود داعم وممول حقيقي حتى نضمن الاستمرار لهذه الأعمال. والآن أصبح البنك الوطني العماني هو الداعم الرئيسي في تنمية هذا المشروع منذ أكثر من عام، بل وأصبح الشريك الفاعل لكل نجاح نحققه، فلهم كل الحب والتقدير.